رفع الصادرات خارج المحروقات هدف تسعى لتحقيقه الجزائر في ظل التشجيع الذي تحظى به الكثير من المؤسسات الراغبة في ولوج عالم التصدير، لكن هذا لن يتأتى دون توفير الجودة والنوعية. الأبواب المفتوحة للمنتجات الجزائرية الأصيلة فرصة لعرض منتجات ذات جودة عالية. يعني باش لحقنا النيفو هذا ولا الكاليبر هذا ولا جودة ونوعية اللازمتين، يعني مرينا لعدة مراحل. يعني قمنا حتى باستحداث جلوبال جاب، هي شهادة معترف بها 100 دولة عالمية باش تغزو الأسواق الأوروبية. هذا الشيء باش تكون عندك شهادة جلوبال جاب، هذه ترافقك في جميع مراحل الإنتاج، يعني من عملية صحة، عملية معالجة، عملية تروح حتى عملية الحفاظ على المستهلك، وتروح حتى للتغليب والتعليم. مشتقات الحليب التي ينتجها مجمع عمومي والتي تراعي شروط التغذية الصحية أصبحت اليوم محل طلبات لعديد دول القارة. احنا لي برودوي تاعنا كامل مخدومين باللي دفاش حاجة بيو، كي تاكل حاجة صحية غني بالبروتين غني بالكالسيوم، تلقينا بزاف طلبات من البلدان المجاورة. ورغم المساعي الرامية لتسهيل إجراءات التصدير، إلا أن جمعية المصدرين الجزائريين تطالب برفع بعض العراقيل. كاين كما الانشغالات، كاين الشحن هو اللي ماهوش باين، اني با ستركتوري لو مونك ام تي بو دو ماتير بريمير. الان مع هذه نتاع الجكس كاين دي ماتير بريمير وين لوبيراتور ما يقدرش يجيبها، يفو دي كي باس بار ان امبورتاتور. كاين لاسيورونس، كاين البنوك هذا وين بداو يمشيو شويه مع المصدر، لان لافريك سير تروح لافريك ما يفودري او مو ان غارونتي دو بايمون. هاو كيما قال عليها دراري الرئيس يفون فير دي شوروم، منطقه حره وين تروح انت المنتوج تاعك تحطو وتعاود تبيعو. هذه سي تري امبورطون، هذه حاجه مليحه. توفير الجوده للمنتوج الجزائري تحدي تعمل عليه الكثير من المؤسسات العموميه والخاصه، املا في ولوج السوق الاجنبيه وتحقيق التنافسيه في الاسواق الدوليه.